رب فاجعلنا من الخيار. الله 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 المختار. رب فاجعلنا من الخيار. الله 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 الخيار.
Oh.
شربنا شرابا طيبا عند طيب شربنا شرابا طيبا عند طيب كذاك شراب الطيب لا يطيب شربنا وأغرقنا على الأرض قطرة وللأرض من كف الكرام نصيب شربنا شرابا طيبا عند طيب كذاك شراب الطيب لا يطيب شربنا وأغرقنا على الأرض قطرة وللأرض من كف الكرام نصيب ويا ساكني طيبة أيا ساكني أدنى في طيبة أيا ساكني طيبة وكلكم إلى القلب والكرم يا رسول الله سلام Oh,
سيد المرسلين وختم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين ثم إلى روحي الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا فقيم قدم الحبيب محمد بن علي بعلوي ثم إلى روحي سيدنا سيد أبو بكر بن سالم والسلطان عولياء قطبي رباني والعارف صمدي سيد سيد عبد القادر الجيلاني ومقدم ساني سيد عبد الرحمن بن محمد السقاب وثم إلى روحي سيدنا صاحب مولد الإمام عرف بلال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي والحبيب أحمد بن محمد الحبسي صاحب سيف والحبيب أحمد بن زين الحبسي ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن بن علي الحبسي ثم إلى صاحب البوغر الحبيب عبد الله بن مقسم الرداس ثم إلى أروي جميع والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ثم خصوصا والدينا ولأبائنا ولأماتنا ولجداتنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله
الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وأترك لي وثلاث مزرعة خلاص هم موضتين هزم اجتماع نظام سببه المرحوم حبيب علي الحبشي والحبيب الشريفة آمينة بنت سالم أيديد وإلى رؤامين شيخ آمينة بنت سالم بسلامة ووالدينا ووالديكم وشيخنا وشيخكم وهي بدر سلاجم سر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارث. اللهم اعصم بفضل فضلك وجودك وكرامك ما قرأنا من القرآن العظيم، وما قلنا من قولي لا إله إلا الله، وما قلنا من قولي سبحان الله وبحمده، وما صلينا على النبي حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المجلس مباركة حادية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة وصدقة متقبلة. نقدم سبب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإحوان من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواحك فأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين، وأهل بيتي وأزواجي وذريتي أجمعين، خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا ألوي بن عبيد الله، وسيدنا الحبيب أحمد، وسيدنا الحزن العظام فقي مقدام الحبيب محمد بن علي بعلوي، وسيدنا محمد بن علي مولى دويلة، وبني مقدام ساني سي عبد الرحمن بن محمد السقاب، والحبيب عمر المحضر بن عبد الرحمن السقاب، والحبيب أبو عبد الله بن أبو بكر الأدرس، وبنيه الحبيب أبو بكر بن عبد الله الأدرس الأدني، وسيدنا إمام فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم،
وسيدنا أخي الحبيب أجل بن سالم والحبيب حسين بن شعب بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبسي صاحب سيب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى العرس والحبيب يوسف بن أبيد الحسني ثم إلى أرواح كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد البراس وثم إلى روحي والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وسيدنا الحبيب الإمام قطب العشاد وغسل البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروئهم والحبيب أبو بكر بن علي الحبسي وسيدنا الإمام عارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وأصولهم وفريهم ثم إلى روحي كل أهل جنبل في التريم والأهل البدر في التريم وأصولهم وفريهم وتلاميذي ثم إلى روحي سيدنا الإمام قطب الحبيب أبو بكر بن محمد أسقاب وأصولهم وفريهم ثم إلى روحي كافة أولياء كون أجمعين أينما كانوا وكانت أرواحهم ثم إلى روحي من اجتمعناها هنا من أجله وسببه خصوصا الحبيب أحمد بن حسن بن علوي الحبسي بالمبنى والحبيب محمد بن أحمد بن إدوس الحبسي والحبيب علوي بن أحمد بحسن والحبيب أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبسي أرياد والحبيب أحمد بن سه شهاب وأصولهم وفروهم ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبو بكر الإدوس وأربعة الحبيب محمد بن عمر القدسي جنبهمن والحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى مطيبة دافع والحبيب أحمد بن ألوي الحداد والحبيب علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبسي قويتان والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبسي والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب علي بن حسين بن محمد العطاس والحبيب أحمد بن سيح العطاس والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب زين بن عبد الله الإدرس والحبيب عمر بن محمد بن خط العطاس والحبيب محسن بن محمد العطاس صاحب الجندد وأصولهم وفريهم ثم إلى روح صاحب البقر الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وأولادي وأذوادي وذريتي والحبيب علوي بن محمد الحداد والحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر أسقاب وأصولهم وفروئهم ثم إلى روح الحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب علوي بن علي بن محمد الحبسي والحبيب أحمد بن علوي بن علي الحبسي والحبيب محمد أنيس بن حبيب علوي الحبسي والحبيب عبد القادر بن علوي أسقاب والحبيب أبو بكر بن محمد أسقاب والحبيب سيح بن أحمد بفقيه والحبيب محمد بن إدرس الحبسي والحبيب محمد بن أحمد المخضر والحبيب عقل بن محمد الحبسي والحبيب محمد بن حسين الإدرس والحبيب سيح بن محمد الإدرس والحبيب صالح بن محسن الحميد والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب حسين بن حادي الحميد وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب حسين بن علي بن حسين العطاس والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي الحبسي والحبيب حسين بن عبد القادر بن محسن العطاس والحبيب محمد بن عمر بن خط العطاس والحبيب محمد مهدي بن عبد الله سامي العطاس والحبيب عبد الله بن حسين سامي العطاس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب محسن بن سه بن أحمد العطاس والحبيب سالم بن حسين عيدت والحبيب سالم بن طه الحداد والحبيب رياض بن جعفر الخياط والحبيب سيحان بن أحمد بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب علي بن عبد الرحمن أسقاب والحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدرس والحبيب عبد الله بن محمد بعقيل والحبيب أحمد بن عبد الله العطاس والحبيب حاسم بن حسين العطاس والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد والحبيب محمد بن حسين بعبد والحبيب محمد بن علوي الحميد والحبيب عبد الله بن أبو بكر العطاس وأصولهم وفرهم وآخر الحبيب شوقي بن علي الحبسي والحبيب شوكات بن حبيب علي الحبسي والحبيب محمد بن علي الحبسي والحبيب خالد بن علي الحبسي والحبيب علوي بن علي الحبسي وحاج يوسف بن مرواني وسعيد سعيد الأسام والحبيب عبد الله بن علي الحداد وشارفة عليه بنتي إدرس العطاس وشارفة نافذة بنتي أبديلة الحداد وشارفة
رقية بنت عبد الرحمن الحسني ثم إلى والد الحبيب علي بن محمد بن أبي الحبسي وشريفة سيحة بنت عبد القادر بن عقيل وشريفة سيدة بنت عمر الحبسي وشريفة صفاء بنت محضر بن شيخ أبو بكر وشريفة سيحة بنت علي الحميد وشيخ حديجة بنت سالم بسلامة ونور بنت سالم بسلامة وزينب بنت سالم بسلامة وأمي أمينة بنت سالم بن عبد الله بسلامة وأمينة بنت سالم عيدد وأصولهم وفرهم والمتاسبين إليهم أجمعين خاصة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين مع أوصل اللهم سبب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واستراعا لهم من النار وبلغهم به من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم به من الثواب أعداله وأفاره وسكل بموادنهم من الخزنات واغفر لهم بجميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى درجات واحلقهم في أولادهم ومن اعتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعاقبة الصالح اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وآفها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفه واعف عنهم اللهم أدخل في قبورهم راحة ورحانة والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعظى وإذا استعين عنا اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا وقبل دعانا واحدم بصالحة أعمالنا وأمرنا وعلى الإيمان والإسلام جامعا توافنا وأنت ردنا ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غيرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن دات عجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وعمدنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا بائس وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر فاتحة إلى حفظ النبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على عمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما داعمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Puji dan syukur kita kehadirat Allah atas nikmat hidayah, anugerah kita pada malam hari ini dapat berkumpul di dalam pembukaan daripada majelis burdah yang sudah lama dan selama ini kita nantikan. Mudah-mudahan jejak langkah dari rumah menuju tempat ini Allah balas dengan digabulnya segala harapan kita, diampuninya segala dosa-dosa kita, disambungkan hati kita berkaitan dengan Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati dan yang saya cintai khusus bil khusus sahibul Sayyidil Walid Al Habib Ridha bin Ali Al Habsyi
والحبيب عبد الرحمن بن محسن العطاس مطان الله بطول حياته، الحبيب صالح الحبشي، الحبيب محمد الحبشي، الحبيب تاتن باهرون، والحبيب حميد السقاب من تاريم، وكل حبائب semua para habaib yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat takrim takzim saya kepada beliau selaku daripada cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga al-warasatul amdiya, para kiai, para mubaligh, para dai, wabil khusus bil khusus kesepuhan daripada baqam yang sudah hadir, dan juga seluruhnya baik dari kepolisian dan semua yang hadir umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan tujuan satu karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah kecintaan tersebutlah menjadi turunnya syafaat kelak di yaumil kiamah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan al-fagir selaku sahibul bait menghaturkan jutaan terima kasih dan memohon maaf jika ada kekurangan baik tempat, penyuguhan dan sebagainya, dan memohon keikhlasan untuk membacakan suratul Fatihah wabil khusus kepada salah satu anggota majelis yang baru saja meninggalkan kita semua. Beliau memang dari awal merintis majelis ini bersama-sama. Kita doakan mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca ini Allah lapangkan alam kuburnya. Allah beri kesenangan di alam kuburnya, dikumpulkan dengan orang yang dicintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila ruhi khususan Al-Haji Kamaluddin bin Muhyiddin Bishiril Fatihah. Fatihah yang kedua kita baca, mudah-mudahan Allah gabul segala harapan kita, niat kita dari rumah menuju tempat ini. Ala hadihin niyah, sebutkan niat dan hajat kita masing-masing. Wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin nabi bishiril fatihah. Karena malam hari ini adalah pembukaan daripada majlis burda, maka kita bertabarruk kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui daripada pembacaan Maulid Simtud Durar. Dan insyaallah di akhir kita bila ikhtisar mengambil daripada bacaan burda ya akramal dan Muhammadun saja. Dan insyaallah bulan kedepannya seperti biasa yang dibaca adalah burda. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألفت إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيد المرسلين وختم النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم إلى روحي صاحب المولد الإمام عرف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وأولاد الحبيب علي بن حبيب علي بن محمد الحبسي والحبيب محمد أنيس بن حبيب علي بن حبيب علي الحبسي، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأبصارهم وأنوارهم وعلومهم ونباتهم وبركتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشرق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم صلي على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم
محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن الحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك أسقى الأسقياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك أصدق الأذكياء. السلام عليك، السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك،
السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أشقى الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك. السلام عليك دائما بلا انقضاء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أشقى الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأذكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأذكياء. السلام عليك أحب
اشفع لنا لك الشفاعة يا رسول الله يا ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبصر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج صدأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعذب الضرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شأنه خلق حلقة لحكمة وطوى عليها إلمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تألقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المهبوب فانتشرت أشار شرفه في أوالم سحادته والقيوم فما أجل هذا المنى الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتأثرت بوجود أقناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالمه قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاذ صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحذر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان ثورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أشراره في الأكوان فما من شر تظل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب ذروره قد سوالا بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بالنور غمر الكون بهجة وجمال قد تراك في الحسن أعلى مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظت العيون في مجد لدها بشرا كاملا يضيء ضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رعده رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وضعه اللسان ويهار في تعاكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون وظهر ما ملأ الوجود لخلقه النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم فما نفاجد هذه البشارة فتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشرا سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال شرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسية والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالله صلى الله عليه هاون لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد كدت الأقدار الأزلية بما كدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه وإن كانت ألسن لا تفي بأسر مئسار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين صلى الله عليه وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعنا تعرب الأكلام عن سؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والسحور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا إجت الشوك إلى سماع أوصافها العزيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخل
يقبلني في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات الله تغشى الشرف الرسل الأطائب وتعم الأجم ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الأجمع ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا كل النوايب يا شريف.
عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد عانى للقلب أن يخط ما حركته في العنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابات القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث مشهورة أن أول شيء خلقه الله النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب على أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنن عن جابر بن الأنصار رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل العشاء قال يا جابر إن الله خلق قبل العشاء نرى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أولى النبيين في الخلق وآخرهم في الله صلى الله عليه وقد تعدلت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودع هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصته بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشعها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها وحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجله ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلا صلى الله عليه حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت برزي إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة صلى الله عليه وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت حملها بغلام من بركات وسعادتها صلى الله عليه ولم تزل الأرض متضم والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملكات إشراق البريات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم
وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم وبروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونودع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تثيت وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولقدرته كشفت جناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند ودعه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أنعمود وبرذ الحامل المحمود مذئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات استجيب
عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أتي
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولده سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالغرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مكتوع الصرة صلى الله عليه. تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الخبائب. فقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع علي على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأدجأته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأصفر على ذا وأصفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباخر الآيات البينات بما يكدي بعديم شرف عند مولاه. وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدرك عن كتابته البطون الأورى صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وعولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وعوشهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرعوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. له الحلق سهل واللفظ المؤتوي على معنى الجزل إذا داخل المسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو له شفيق رحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أحلق الحيبة القوية الذي ترتيد من حفرائس الأقوياء من البرية ومن نشر به تعطرت الدروك والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية
والمنفرد في حلقه وخلقه بعشرة في حسوسية فما من حلق في البريد محمود إلا وهو متعلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وسعنه والحلل في مجده ومكانه أوصاف إذ قد على مجدها أحضاد على نجم سهاب عنانه وقد بسد كلام في تدوين ما أفده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم سبحانه كائنة الأقلام في هذا المقام وعكر السلام على سيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصل ختمه كما يكسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن عظم الفكر من ذروي الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلة بالسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولا وتوجه في توجه خالصة واصلة الموصولا اللهم يا من لي تتوجه الأمل فدعوذ ظابرة وعلى بابي ذاتي تعد رحل فتخشع منه فيوضة الغامرة نتوجه إليك بأظرف وسائل لديك آمين. سيد المرسلين آمين. أبدك صادق العمين آمين. سيدنا محمد الذي آمد رسالة خل العالمين أن تصلي وتسلم على تلك ذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل رعية دعوتك ساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بالشرف الأفخر في كل موطن من موادن قرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسفي كرسي إرشادك لأحلي ودادك سيد الكودين وأصرف السكلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ذرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم
ونتوسل إليك بصرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعينينا يدك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رئايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من صرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الخادرين وفي طرائق اتبائه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأحدك من الحافظين اللهم إنا لنأتمن برحمتك خاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل من مذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائلة بمن والمؤاملة بما وأن تجعلنا ممن نظر هذا الحبيب ووادر وواله وغافر وهم ببركته وشرف حوجات أولادنا ووالدين وأحلى قدرنا ووحدنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم رعية دين قويم في جميع قطار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا والسرورة واقصف اللهم كربة مكروبين وكديدين المدينين واغفر للمذنب وتقبل توبة تائب وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي زر معتدين والظالمين وبسط العدل بولاة حقي في جميع نواحي والأقطار ويدحم تهيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في القسم الحسين من جميع البلايا وفي هرد المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واحتم لنا منك بخيرنا جمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الحمد لله رب العالمين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا
أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولا يضيق رسول الله هجاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من زهدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوغ والقلم يا نفس لا تقنتي من زالات عظمات إن الكبائر في الغفران كاللمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب عصيان في القسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم في ذرين إن له صبرا متى تدعوه أغوال ينهزم وعظا لصحبي صلاة من كدائمة على النبي بمن حل ومنسجم ما رانا حتى عذبت البني ريح الصبا وأطرب العيسى حاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والعالي والصعب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى آمين يا رب رامي يا ربي بالمصطفى آمين يا رب يا ربي بالمصطفى
واسع الكرم وغفير على حيل كل المسلمين بما يتلون في المسجد أقصى وفي الحرام بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم أبياتها قد أتت 60 مئة فرز بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا سيع الكرم يا ربي بالمصطفى آمين يا الله محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد بسيط
حبيب المصطفى وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. الحمد لله baru saja kita selesai daripada pembacaan maulid. Mudah-mudahan keluar kita dari tempat ini Allah gabulkan hajat-hajat kita berkah daripada Habibuna Muhammad. Dan sama-sama kita simak mauidhatun hasanah insyaallah dari guru kita bersama Al-Ustaz Al-Habib Alawi bin Abdurrahman As-Sagab. Falyatafaddal. Sallu 'ala Nabi. Iya Jacob. Bas kecilin sedikit. Ya sudah. Tadi Habib Nabil ngomong tuh bagus tapi basnya kebanyakan. Ini sedang nih sudah. Coba yang ujung kedengeran enggak? Jawab setan biar semangat. Nih inti yang ujung kedengeran enggak? Yang enggak jelas katakan enggak jelas. Biar jujur sebab baik tidaknya yang Anda dengar berpengaruh kepada keseharian Anda dalam kehidupan. Baik tidaknya yang Anda dengar mempengaruhi kehidupan Anda dalam keseharian. Jadi kalau pendengarannya itu bagus, ya insya Allah Anda jadi bagus. Oh belum tentu. Ini nih lampu cakap bip. Minta dua. Masya Allah. Ini lampu nih nyewa di mana bip? Habib Ridho mustahil punya gini-ginian. Kipas angin banyak-banyak tambah gerah. Kebanyakan kipas angin gak bagus. Satu mules, dua cepet lapar. Jangan, kurang-kurangin. Yang perlu dikurangin satu, dua, tiga. Beb. Tiga copotin. Ganti AC. Jangan, ini Bogor. Oh, jangan. Jangan, kipas angin. Iya, kipas anginnya potong kurangin tiga, bawa kalbu suruh. Berlebihan gak bagus kecuali soal perempuan. Berlebihan gak bagus kecuali soal perempuan. Oh gitu. Iya. Jadi ada ngomong sama mantunya Habib Ahmad. Sama apa ya? Pak Paul Tepalesek tadi apa ya? Apa ya? Bagus. Ya. Ujian yang datang kepada kita jangan dihindari. Ujian yang datang ini pasang kuping biar baik ente, Anda ngomong gak asal. Ujian yang datang kepada Anda, jangan dihindari. Mesti gimana? Terjang dia. Kalahkan tuh ujian yang datang. Ini orang ngomong paham gak? Kalau saja ente ngaji sama Anda, udah Anda usir. Kenapa? Sebab orang yang ngaji sama Anda megang duit. Bagus ente gak ngaji sama Anda, bagus deh bagus. Semua jadi miskin terus, Bim. Ingatin tuh, ujian yang datang, apapun bentuknya, terjang dia. Jangan menghindar dari ujian yang datang. Contohnya, kalau ada perempuan datang kepada kamu dengan menggoda, jangan hindari itu perempuan, goblok. Terjang itu perempuan, maksudnya kawin lagi. Hakatan ni'mah. Ya Habib, ala Aish. Biliqai man syaruha sadra biliqai hada huwa al-ish nafsu. Nanti ane terangin belakangan panjarnya gak cukup. Ente orang ngomong denger gak sih? Biar ente muka ente terlalu khusyuk gak pantas. Ente khusyuk ente orang khusyuk dalam ibadah ini bukan ibadah, ini canda. Amin deh. Khusyuk dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi yang datang ana, tukang canda. Ana buang tuh sifat khusyuk. Apalah arti sebuah khusyukan tanpa pengamalan? Apalah arti sebuah khusyukan justru gak tahu sasaran? Ana datang dengan bahasa canda.
tapi berisikan ilmu yang bukan direkayasa. Dengerin nih. Oh, ini perut udah lapar, Beb. Ane nunggu seumur hidup. Nungguin Habib Ridho, 45 menit Ane disiksa. Sejak Ane datang, 45 menit disiksa. Mungkin hampir 1 jam kali. Tuh, disini Habib Ridho, ya Allah, tuan rumah jadi begini nih. Datang buka pintu, assalamualaikum ya Habibi. Masih ini berasa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin dan salatu salam rasulullah anbiya wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Ringkas Ibnu Ahmad Rahim. Yang kami hormati nih, saya biasa bahasa Belanda nih, kalau salah ngapin. Saya biasa ngomong bahasa Belanda. Ngeliat, ya? Ini tumben-tumben bahasa Indonesia nih. Ya, para habaib yang hadir pada malam hari ini, ya, tua maupun muda. Habil Husul Saibul Bet, Akhin Al-Fadil, Al-Habib Muhammad Ridha. Eh, Syarif Ridha. Muhammad Syarif, tuh jawabannya kan yes. Yes, dia telat. Habib Nabil dan keluarga besar lainnya. Habib Khusus, guru saya dari Maroko. Habib Abdurrahman Al-Atos. Asal-muasal beliau tinggal di Maroko jadi guru agama di sana. Karena yang diajarin kebanyakan orang hitam. Gak paham bahasa Betawi dari Habib, diusir dia jadi begini nih. Ringkas. Ane mau berangkat kemari ragu-ragu. Ane datang apa jangan? Kalau ane datang, berapa keuntungannya ane peroleh? Ane orang yang begitu, ane berpikir dua arah. Satu, kalau datang atau melangkah ke sebuah tempat, mesti dua aku dapat. Satu, ada pahalanya dari Allah Ta'ala. Dua, ada duit yang ane terima. Ini dua-duanya gak ada. Lafulus. Lafulus, wala thawab. Bala alaina. Udah gak dapat duit, gak? Pahala kah? Kagak, celaka sudah. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad ngasih tahu dalam sebuah bait syairnya, ma ahsana dina wa dunya idha jutama'a wa qabahal kufra wal iflasa bir rajuli. Makna bebas. Ana ulang, ma ahsana dina wa dunya idha jutama'a wa qabahal kufra wal iflasa bir rajuli. Makna bebas. Betapa indahnya ketika dunia dan agama menyatu pada diri seseorang. Pahami di bahasa. Betapa indahnya hidup ini, dunia ini dirasa oleh seseorang yang dunianya alhamdulillah ibarat rezeki, buat makan cukup. Mau ke pasar, duit ada. Pergi agak jauh ke puncak pas, ada kendaraan motor. Ke Jakarta ada mobilnya. Tuh. Paham ya? Tuh dunianya hebat. Ke mall, bawa perempuan, naam, iya. Duit semula cepet. Tuh dunia. Agamanya, dia hadir di majlis ilmu. Dia ibadah dalam tuntunan ilmu. Dia senang mendengar nasihat ilmu. Dan dia berbuat agama sesuai tuntunan guru. Itu berjalan dua-duanya. Kata Al-Habib Abdullah bin Anwar Haddad, beruntunglah manusia yang dunianya baik, agamanya pun berperan. Sebaliknya, betapa hina dina dan lacurnya seseorang, sudah miskin kafir lagi. Alhamdulillah. Bisa ada ngerti? Haram jadi Islam orang-orang miskin. Tidak ada. Yang bikin miskin Anda punya diri, tidak mau berbuat, tidak mau bangkit. Deh, Anda ulang nih. Tadi sebentar tuh ya, itu ilmu tuh. Anda belum makan, Beb, gimana? Mulainnya kemalaman. Mulainnya musim mulain jam 8 Beb, baca-bacaan. Tuh, sebab ini pengajian bulanan. Tuh, aneh kedatang kemari rugi 25 juta ente. Mbak, aneh kalau ngomong benar itu. Oh iya, kalau aneh ngajar di luar itu paling miskin 25 juta orang kasih. Aneh tinggalkan tuh kesenangan aneh 25 juta. Biar deh kemari 5 juta, 5 juta deh. Abah.
Habib Nabil nungguin, Bil jangan kayak pesan senyum, aneh gak demen senyuman Bil. Aneh pengen kenyataan Bang Ori duitnya. Di jalan bingung ambil nabrak pintu. Gitu, dikasih duit, deng. Tenang Ustaz, ada. Bil, ini tampangnya gak sesuai sasaran Bil. Tampangnya gak sesuai harapan nih. Dicium paha aneh baik-baikin, tetap aneh minta kekurangannya. Begitu Habib jadi Habib dan ngalah sama Habib. Jadi Habib ngalah sama Habib, maka di Habib bener. Susah ngadepin orang Maroko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas berkata Nabi besar kita Muhammad sallam dalam sebuah hadis. Coba minta maaf minta ridho, tolong kedengeran enggak sih? Jelas ya? Jawab yang takut-takut. Oh, telat jawabannya. Tadi orang nanya gak nyautin. Habib Soleh akhir, Habib Soleh ya. Habib Soleh, saya undang ke Citayam Al-Busro setiap hari ulang tahun Majlis Ta'lim Ana. Agak pernah datang. Nih, biar tahu nih Habib Soleh habis kerjaannya. Otaknya duit melulu. Udah datang dulu, baru aneh bagi hadiah. Namanya hadiah gak terpaksa, 200 cukup. Ya, terlalu mulia atau Habib Alwi kasih sape. Kagak datang. Alasannya gak enak, ngusat, gak enak. Aneh kasih duit deh, 15 juta, bakal 10 tahun. Dia datang. Kekurangan aneh, minta sama Habib Ridho. Jangan takut minta sama Habib. Minta. Saudara ente. Itu. Oh, dibagi bengkak tambahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Aneh bawa pelajaran dari rumah nyatet. Ringkas mudah-mudahan apal. Masih ada catatannya tuh. Itu di amplop tuh. Tuh, masih ada tuh. Tuh. Assalamualaikum Muhammad. Tuh, aneh catat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemari. Bapak aneh ngomong mesti berdasarkan data. Aneh bicara pasti punya sandaran, punya buku referensi. Enggak asal bicara. Itulah aku. Jadi bertanggung jawab atas apa-apa yang aneh sampaikan. Tapi karena ente enggak megang duit, jadi penjelasannya enggak lengkap. Duit kesempurnaan ente. Duit itu kesempurnaan hidup. Paham enggak? Duit kesempurnaan hidup. Al-Habib Abdullah bisa bicara semacam itu. Ma'asana dina wa dunya idha jutama'a wa akbal kufra wal iflasa birrojuli. Kenapa anda mesti jadi miskin, goblok? Goblok, hidup miskin. Anda udah capek jadi orang miskin. Oh, Mbak. Ya Rab. Belajar agama lain, belajar ilmu pengetahuan umum beda. Ya Rab. Ulama-ulama besar, para aulia, wali-wali Allah ente jago-jago ente. Dunia di tangan mereka, tapi mereka menghindar. Biarkan para wali Allah menghindar dari dunianya. Kita bukan wali Allah, kita bukan orang soleh. Cerai itu dunia buat agama anda. Satu di antara doa Rasulullah SAW yang Nabi ajarkan yang sekarang anda baca. Allahumma a'inna ala dunyana. Allahumma a'inna ala dinina bidunyana. Allahumma a'inna ala dinina bidunyana. Ya Allah, makna bebas. Ya Allah, tolong kami. Tolong agama kami melalui dunia yang engkau berikan. Tolong agama aku dengan sebab dunia yang engkau beri, dengan rezeki yang engkau berikan. Rasul ngajarin doa semacam itu. Bisa dengerti? Enggak paham. Ini tuan rumah dengan kenalan baiknya, berbuat dengan kelebihan masing-masing untuk adanya majlis Al-Burdah ini. Enggak sembarang ente. Ini pakai uang. Pakai uang, enggak pakai botol aqua, pakai uang ente. Paham tuh ilmu. Dengan rezeki mereka, mereka berbuat dengan kelebihan dari Allah Ta'ala. Kita biar bisa begitu, jangan selalu hanya bisa menerima. Ya Rab, bagi aku rezeki untuk bisa berbagi. Ana 40 tahun yang lalu, ana seorang pelajar agama, guru juga, pelajar juga, minta ambil uang ambil orang-orang yang jadi murid ana punya orang tua, yang orang-orang mampu deh.
Anda minta duit sama mereka. Bukan duit bakal ana, setan. Anda minta duit bakal beli kitab, anda enggak punya duit, anda guru agama. Anda enggak punya duit. Lo ngaji bapak gue, bagi duit zakat lo. Setan, bagi zakat lo bakal gue. Gue mau beli kitab, enggak punya duit. Ya let. La'at minhum yu'tina. Haram. Satu pun enggak ada ngasih anak, padahal mereka menimba ilmu dari orang tua anak. Ma'annahum ta'abul ilim inda walidi. Haula ta'abul ilim inda walidi. Wa natlub minhum fulus hab zakat. Zakat. Mahrum. Paham itu bahasa? Ya Rob, ini orang ngambil ilmu mau sama orang tua saya, tapi saya minta uang zakatnya tidak diberikan, padahal itu bukan buat makan. Saja itu, ya Rob, bismillahirrahmanirrahim, saya sumpah kepada Allah Ta'ala, tapi enggak boleh saya bicara. Tarlo. Dalam madal Allah Ta'ala buktikan apa yang saya minta kepada Allah Ta'ala. Sampai pada malam hari ini. Yang kaya gembel, miskin, kemudian mampus. Yang kayanya gembel, miskin, kemudian mampus. Kini saya seperti apa yang anda lihat. Mereka sudah enggak ada usianya, sudah pada mati. Paham itu ilmu? Anda harus bisa seperti itu kepada Allah Ta'ala. Minta mesti berani sama Allah Ta'ala. Jangan takut Allah Ta'ala. Minta ya Rab, tapi meminta sesuatu yang Allahu Akbar, diupayakan tenaga juga yang Allahu Akbar. Paham maksudnya? Kalau ente pengen punya duit sehari 50 ribu, jangan jadi gembel, kerja keras. Kuli apaan saja, Allah Ta'ala buktiin. Sambil mohon, sambil ibadah, dasarnya ilmu. Baru setelah puluhan tahun, Allah Ta'ala jadikan ente. Gunung ente bisa beli. Ana gunung, ana harta ana banyak, gunung ente beli. Beb, gunung ente beli, cuma 100 meter. Benar, tapi ada di gunung. Setelah anda beli gunung 100 meter, berarti anda beli gunung. Paham gak omongan? Benar tuh omongan. Anda beli gunung ono 100 meter, ono beli 1000 meter. Gunung gue itu. Betul gak itu? Betul, semua salah langkah. Gunung anda punya. Berapa gunung Indonesia anda beli? Tuh. Jadi kita minta jujur sama orang, bukan bakal makan, bakal beli kita. Uang zakat lo setan, bukan uang duit lo. Uang zakat punya fakir miskin, ya punya sabilillah. Tuh, anda mau belajar, gak punya duit beli kitab. Yang lain bakal makan cukup, bakal jajan cukup. Tapi bakal beli kitab gak cukup. Minta sama orang-orang yang belajar ilmu sama orang tua anak, orang-orang mampu. Bakhilnya pelit bin setan. Kalau kita minta dalam keadaan butuh, tidak diberi, jangan sesalkan dia, jangan salahkan dia. Kembalikan permohonan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong ya Allah. Beri hamba rezeki ya Allah. Terus sampai kita bisa berbagi ilmu, berbagi rezeki dan. Bisa ada murid? Kemarin anaknya pergi Gunung Dieng. Nih, saksinya ada. Berapa orang tuh ngikut? Dari 9 kabupaten. Kumpul. Berharap Habib Alwi bisa berkunjung ke sana. Wakil-wakil dari 9 kabupaten. Bisa nemoti ya? Coba. Saya enggak bisa dipanggil dengan cara apapun juga. Datang nih Habib sama temannya. Cakucuk. Saya lagi kerja bakti sama anak-anak. Lagi ngebogel. Sama kayak kaos kutang doang perasaan panas-panas. Agak-agak kesurian. Karena nih Habib gak berani nemuin langsung melalui temennya. Kirim salam Ustaz, anda boleh gak ketemu? Gak sembarang anda ya mau ketemu sama aku, ingat ya. Anda gak bisa ditemui sembarang manusia. Habib Ridho mau ketemu anda gak bisa. Orang masih di kamar. Gak bisa. Apa ya? Ada apa yang tumpet ini? Apa yang nanti jauh-jauh dari Purbalingga gak datang kemarin? Dia tidak ngasih duit langsung. Gak berani ngasih dia duit langsung mana, gak berani. Melalui kenalan baiknya yang ada di Al-Busro Citayam. Ustaz, maaf Ustaz, ada Habib Fulan titip amanat. Ngapain lagi? Baru maju cium tangan. Itu mau ngapain? Enggak Ustaz, pengen juga sono. Tuh, jamaahnya dari 9 provinsi pengen ketemu Ustaz. Sana. Oh iya, pinter akal ente ya. Ini pancing anak dengan uang. Udah anak mau uang gak usah dipancing, emang diminta.
dikasih. Coba, kok aneh sebutin, gila ente dengernya. Mustahil. Kalau aneh sebutin berapa uang aneh dikasih, mustahil sama ente. Itu kata otak anda. Sama juga fitnah yang disebarkan sama orang yang gak demen. Lama ro'ana ma'al Habib Umar bin Hafidh ala ta'irah galal ga'ilun mustahil Habib Alwi ma'al Habib Umar ya gulun hakadha ya let. Ringkas bahasa, waktu saya di Hadramaut, pulang dari Hadramaut sampai di Bandar Udara Seoul, saya ziarah Habib Umar, 12 hari saya di Hadramaut, ziarah ke makam-makam wali besar, ringkas, waktu di bandara udara ketemu Habib Umar bin Hafil. Tuh, bisa nanti ya ketemu. Namanya saya enggak mau tuh nemu-nemuin orang begitu, enggak. Anda udah malu. Ya dijamu sama Habib Umar, luar biasa. Disuruh masuk ya ke ruang khusus beliau, itu luar biasa. Ada kelana. Ya ghurfati. Khosoh Habib Abi. Anda dimasukkan ke kamar ruangan khusus kerja dia, yang itu enggak sembarang orang bisa dimasukkan oleh beliau. Anda disuruh masuk plus rombongan. Singkat sampai di pesawat, ya, ada yang nelpon nanya boleh gak mutu Habib Umar. Ana gak tahu menau. Sampailah masanya ana ketemu Habib Umar, duduk di pesawat sebelah menyebelah. Satu hal yang wajib inti ingat, ana gak biasa pakai pakaian gomis nih, kayak pakaian model Habib Abdullah Habib Nabi. Ana biasa kemana-mana pakai jas begini, kayak celana Levi's, ya pakai jas, pakai kaos, kaos-kaos mahal. Oh iya dong, kos yang 7 juta anda pakai, ente lihat, ya salah, kos mahal, tuh, belah KW, kagak mahal pakai, foto Habib Umar apa adanya, kayak peci, pakai jas, pakai celana Levi's, kayak sepatu gaya anak muda umur 22 tahun, itulah anak kalau di luar, tapi menghadapi anda gak boleh begitu, kenapa, jangan, ente masih miskin. Gak boleh niru-niru orang kaya, gak boleh. Ini hidup 40 tahun miskin, udah capek ya Allah. Minta, ante, ente, anak ajak ngomong bangkit dari kemiskinan. Ente jangan jadi orang miskin. Jadi kuli ente. Ente mesti belajar ilmu agama. Ente hadir di majelis ilmu. Jangan hanya sendiri, ajak teman, ajak kawan, ajak kenalan laki, perempuan pada saatnya. Ajak, ayo ngaji di sana, ayo hadir di sana. Begitu. Itu sifat orang mulia dalam perbuatan dan pekerjaan. Bisa ada multi. Itu biar ngerti. Ini masih ada waktu gak, Bib? Bebas. Ya, kalau aneh terusin, ente ngegru tuh deh. Ini belum masuk materi, ente. Aneh baru ngeluarin hadis ini. Mulia, kalau aneh bicara, jam 1, ente masih ngangak kepengen. Tapi sebagian ngegru tuh, lama amat sih, Habib. Kenapa? Karena ente gak terlatih perut kosong. Tuh, ente taunya perut kenyang, duit gak megang. Kan orang bodoh gitu. Iya, perut kenyang, duit kagak megang. Salah. Perut kenyang gara-gara uang. Bikin ente punya perut kenyang, cari uang. Doa-doa buat rezeki, terlalu mudah sama Allah Ta'ala. Waliullah ente pada punya. Ulama-ulama hebat yang ikhlas pada punya. Senjata-senjata kehidupan. Gak ada kata miskin kiri, gak ada. Yang jadi masalah, pantas gak ente bawa itu doa? Pantas gak anda baca itu doa? Paham tuh ilmu? Paham gak? Begitu, jadi sesuatu ada tempatnya. Satu di antara tempat menggembleng hati, pikiran, perbuatan, ini di Majlis Taklim Burdah, satu di antara sekian, ini melatih diri, begitu, pandangan begitu, Alhamdulillah. Anda ngomong tadi sama Pak Agus, Anda lama di sini, berapa kali Anda bicara depan Anda? Allahumma Anda ngaku, sebetulnya Anda kemarin gak manfaat. Sebenarnya anak kemarin gak manfaat. Secara fisik, lihat, gak manfaat. Anda datang, lihat, gak manfaat sama ente.
Sama anak sebenarnya manfaat, tapi anak itu enggak manfaat. Kenapa? Satu di antaranya, sebanyak anda yang ada, yang sejauh anda lihat, enggak ada yang bisa mengambil ilmu dari anak. Paham enggak? Itulah makna ketidakmanfaatan apa-apa yang anda sampaikan. Paham itu bahasa ya? Ingat, anda orang berilmu. Bahasanya bahasa ilmu. Candanya berisikan ilmu, kalau anda tahu. Siapa di antara anda yang Allah pelihara mampu melangkahkan kaki ke Citayam Al-Busro sebulan sekali? Tidak ada. Kalau Habib Ridho ketemu setiap waktu mana? Ayo Nabil kadang-kadang kalau lagi punya duit, ngilang. Gak punya duit datang. Kita paham Habib Ridho udah rata-rata begitu. Asegap ya singit, kang tipu. Ada asegap gak tukang tipu? Jangan nunduk beb, ditidur beb, berapa nggak denger. Kalau habis hampir rata-rata udah begitu. Asegap, enak asegap tukang tipuin deh. Jangan percaya Habib asegap, jangan deh. Jangan. Kecuali dia kenal baik mana boleh percaya. Kalau nggak dekat mana jangan percaya asegap tukang tipu. Kalau habis hampir rata-rata begitu gimana? Tak terusnya gimana? Lebih kuat. Ini maaf nih, anda mau nyampein nanti aja ketemu bulan Maulid. Ke bulan Maulid berani aneh bicara. Ya besar jumlah yang datang baru gue hancurin. Baru aneh gak tukang hancurin orang, ntar lu gue hancurin lu. Kalau sekarang gak manfaat, di perut kosong. Udah deh, lebih kurang minta maaf itu. Sampai ketemu lagi bulan Maulid ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namul alaiha nub'athu insha'Allah ta'ala minal aminin al-fatih bil-qubul l-iqbal salah shan zahiran wa batilan Allah yufir al-zulam wa yastur al-ub yakshif al-qurub balli kulla matlub bijahi sayyidil habib al-mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sur al-fatiha a'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Amin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Gabul alhamdulillah usai sudah daripada pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah gabul segala hajat-hajat kita yang berangkat ke Gresik menghadiri khol. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, kelancaran berangkat dan pulangnya, Allah kasih keselamatan. Dan mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul di bulan depan. Amin ya rabbal alamin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i jud lana bil ijabati ilahi سمعي ومقلتي ودلهي.
ذكري لحسن العبادة بأسماء تنظرني ذكر